وسط حضور إعلامي مكثف سجل السيد خليه ولد الرشيد أنه أمام المأزق الذي وجد فيه هذا النزاع المصطنع، فإن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد مشروعا تاريخيا وتجربة غير مسبوقة لا في العالم العربي ولا في القارة الإفريقية. هذا مشروع جديد، جديد في كل شيء، لأنه لم يسبق تطبيق أي مشروع للحكم الذاتي منذ أن أسس المولى إدريس المغرب، لذلك فهو مختلف، يسمح بخلق مغرب جديد على المستوى الديمقراطي وعلى مستوى التدبير الإداري والسياسي، وخاصة من خلال إشراك السكان في تدبير شؤونهم. في أول تحرك للمجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء بالخارج جاءت الدعوة إلى ضرورة اعتماد أسلوب الحوار للدفاع عن القضايا الوطنية ومخاطبة المجموعة الدولية. المهم هو أن نظل مع منطق الحوار مع مختلف مكونات المجموعة الدولية وداخل هذه المجموعة مع الشركاء والدول الصديقة لتطوير هذا الحوار. المشاركون في مختلف اللقاءات التي نظمها المجلس بفرنسا أجمعوا على أهمية هذه الخطوة التي اختارها المغرب لحل قضية النزاع المفتعل في صحرائنا، مشيرين إلى أنها مكسب تاريخي وهام بالنسبة لـ